صلى الله عليك. يقول هذا السائل: حينما ننصح الشباب بالتحذير من الخوارج يسمعون ويتقبلون، ولكن حينما تذكر لهم بعض الأشخاص البارزين ممن ينتسبون لمثل هذا نجدهم يترددون في الأخذ والاستمرار في التجاوب معنا، فما نصيحتكم وما الطريق للتوصيل العلمي لمثل هؤلاء؟ المسألة ما هي مسألة أشخاص، إنما المسألة مسألة مذهب، فنحن نحذر من مذهب الخوارج ونذكر شبههم وننقضها ونجيب عنها. أما الأشخاص فهؤلاء يدعون ويناصحون لعلهم يقبلون النصيحة، فإذا لم يقبلوا فإنهم يتركون وينبذون ويعرض عنهم، نعم، ويكون أمرهم إلى ولي الأمر.